ثلاث نصائح مهمة للقادمين من الحج. أول نصيحة هي الالتزام بتعليمات الدكتور اللي في الحملة، خاصة إذا كان في تعليمات للوقاية من السحايا لأقرباء الحاج مثل مضاد حيوي أو أقراص ياخذها أثناء عودته. الأمر الثاني هي الراحة، فالحاج يعاني من لخبطة النوم، يعاني من التعب، لذلك لابد من الراحة بعد ما يرجع من الحج. الأمر الثالث والأخير مراقبة الأعراض الصحية، فإذا ظهرت عليه أي أعراض لابد أن يراجع الطبيب في أقرب وقت. نسأل الله عز وجل السلامة للجميع.